أشار دكتور يسري إلى هناك إحالات لأبعاد الشخصية المختلفة الاجتماعية والنفسية والجسدية، وطبعا في تركيز أكثر على الجانب النفسي السيكولوجي بشكل كبير، كما أشار إلى الاحتفاء ببناء الشخصية، وكما قال أيضا أن الحكاية تقدم على دفعات جملة ثم تفصيلا، ويعتمد على الكاتاليست أو المحفز، مرة براضي ومرة بصفاء ومرة بنادين صديقتها عشان تعمل حكاية المنافسة، إن أنا عايز أبقى أحسن وأفضل. فنادين حتى تسرعت في الزيجة التانية بسبب نادين، إن هي توصل لحالة من التشافي أو شفاء يعني مقارنة بصديقتها. كما أشار أيضا لتكنيك الحلقات السردية المتصلة متصل منفصل، فيمكن أن تقرأ النصوص كقصة قصيرة مكتملة أو قصص قصيرة مكتملة، ويمكن أن تقرأ فصول في رواية شديدة الكثافة، المعاني الرومانتيكية من الإهداء وإلى اختيار العناوين الفرعية. المقابلة هنا ليست فقط مقابلة أو بين الشخصيات، بين الشيخ الذي يعرف بماء القرآن والعصا ودرس التاريخ، ولكن أيضا المقابلة أو بين رؤية العالم من جهة العلم، من جهة الأخرى في الثقافة أو الموروث الشعبي. سرديت التفاصيل الصغيرة مليئة بالتفاصيل الصغيرة، برغم حجم الرواية نسبيا قليل ولكن مقدسة أو مليئة بالتفاصيل، ولكن هو يختار بعناية ماذا يكتب، وأيضا يتقافز ما بين سن الشذا، ليس الطريقة المعتادة بداية وسط نهاية، هو يتقافز في سن 4 سنين، 15 سنة، 20، 19 اتجوزت، فبيختار بعناية النقاط المؤثرة في تطور الأحداث. سرديه اللعب الطفولي، وهنا يعني علم النفس بيقول لنا ان القيم اصلا اللي احنا بنكتسبها طول عمرنا لغايه ما نموت مكتسبه من اول 7 سنوات، 80% منها من اول 7 سنوات طفوله. فكان اشاره جميله جدا ان هو يعود بنا لرد فعل مثلا أول عادة شهرية تظهر للبنت، مشكلة كارثة، فرد فعل الابنة والمعلمة، سوري، الأم، أم شاذة، يا عيني يا حرام، يا مصيبة حصلت. ولكن المقارنة والمقابلة اللي عجبتني رد فعل المعلمة نادية اللي هي في المدرسة خدتها وحضنتها وكأنه شيء عادي. فالتأثير النفسي ده بيفضل عالق في الذهن بتاعك. احنا 80% من القيم خوف وجراءه وكل الحاجات دي 80% بتكتسب من 7 سنين، ال 20% الباقيه تقريبا يعني لغايه 12 سنه او هكذا. طبعا نختلف او نتفق على السنين والنسب ما فيش مشكله، ولكن ده واقع. السنوات الاولى مهمه جدا في تشكيل شخصيه الانسان. أشار أصلا أيضا دكتور يوسف عبد الله إلى نص العناوين الفرعية ولها طابع مجازي ونزعة شعرية، وهنا أيضا العناوين بها هي في متن العنوان جزء أصيل ودال من متن النص أو الفصل، فهناك مثلا وأيضا تكثيف خطابي لما أنت مقدم عليه كقارئ، فكان كان 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 موفق بشكل كبير جدا. ومن العناوين اللي عجبتني حقيقي جدا اختفاء يقبل القسم على 3 اصفعهما فيضحكان، صلاة في حضرة موسيقى الجاز. وطبعا هنا كما اشار الدكتور اسر عبد الله لاهميه العناوين ونسق العناوين الفرعيه لها طابع شعري، لغه شعريه وطابع مجازي. ايضا سرديه الموسيقى حاضره، التعامل مع الموروث الديني في مقابله العلم والتاريخ والدراسه والبحث العلمي، تفكيك الشخصيه الحافزه او المحفزه الكاتاليست، الصوره الرؤيه السرديه.
الحقيقه ان الفن التشكيلي حتى لو دكتور هشام مش فنان تشكيلي، انا كنت هقول وهجيب سيره زي ما اشار الدكتور اشرف عبد الله فعلا ان الفن التشكيلي حاضر، وليس فقط الفن التشكيلي بالمناسبه، بل الموسيقى حاضره وبقوه، مش احتفاء بالالوان وخلاص، كمان بالصوت موجود. فالحقيقه ان الفن التشكيلي والكتابه بينهما علاقه ازليه، وان الحرف عباره عن شكل في الاساس ورمز بمعنى صوتي. فهنا تكتمل الفنون الجميلة، وطبعا سواء فنون تشكيلية، أدب، قصة، كل أنواعها جزء من الفنون الجميلة. فيسردها الروائي بنصه كما يحاكي الفنان التشكيلي خيالاته فيجسدها بلوحة. كما أن الفن التشكيلي والكتابة أشبه بطائرين يحلقان في سماء واحدة، ألا وهي سماء الإبداع. فنجد رواية بولينيا هذه الثنائية ما بين الفن التشكيلي الحاضر، الموسيقى المختلفة، مساحات فراغ تتيح للقارئ فرصة المشاركة الفاعلة في إجمال هذه الفراغات. بلغة شعرية مكثفة نجح هشام الفخراني في توصيل فكرته عن النفوس المشردة. أوجه إليه سؤال بعد المداخلات من الحضور بعد ما نسمعها، هل عندما تقرأ لك فكرة كفنان تشكيلي وكقارئ من الأساس طبعا وكروائي طبعا، كيف يقرر أن يصوغها بالفن التشكيلي أم بالكتابة؟ وهل تعرضت لهذا الصراع؟ كيف أبدأ؟ أو كيف أصوغ هذه الفكرة؟ كيف أقوم بهذا الإبداع؟ وهل حدث فعلا هذا الصراع في رأس هشام الفخراني؟ نترك لك الإجابة بعد أن نسمع مداخلات السادة الأصدقاء الكتاب المبدعين، ونبدأ بمولانا المنصور أستاذ أسامة ريان فريق. مساء الخير الصديقات والأصدقاء، وكل الشكر للدكتور يسري طبعا على القراءات الجوهرية بتاعته، يعني يصل الكلام بعديه بصراحة، يعني أنا الآن في ورطة مسابش حاجة، فأنا هبتدي أتلمس حاجات يعني قد تكون يعني ما بين السطور. يعني نبدأ من أول، وأنا علاقتي بالفن التشكيلي اتولدت في عقر دار فنان تشكيلي وكتب، فأنا أعتبر نفسي عارف الدكتور أكثر منكم شوية. يعني ابتدي مثلا من أول الربكة اللي ربكهالي يعني بالغلاف، يعني ابتدى الصيدة، حسيت إن أنا الزبون بتاعه، يعني من أول الغلاف اللي تأويله يصعب،